بالعودة إلى ملفنا السابق، نستضيف الآن عبر الأقمار الصناعية من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ واثق الجابري. أهلا بك يا أستاذ واثق. إذا بعد تصاعد التهديدات والتوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تحذير من السفارة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لمواطنيها بعدم السفر إلى بغداد، كيف تقرأ هذا التحذير في هذا الوقت؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وشكرا وتحية لمشاهديكم الكرام. بالحقيقة طبعا هذه التهديدات من ضمن سياق الحرب النفسية التي استخدمها الدولتين يعني ضد بعضهما، لأن العراق بالحقيقة يقع في منتصف هذه العاصفة إذا حصلت لا سامح الله، وأن العراق له ارتباطات يعني مع الأمريكان ومع الإيرانيين، بنفس الوقت يرتبط بارتباطات تجارية واقتصادية وسياسية مع إيران ومع أمريكا بنفس الوقت، وهنالك قواعد أو تواجد أمريكي في العراق. لذلك يعني ربما العراق عندما تحدث الحرب أو تحدث الصدام سيكون هو في تحت تأثير هذه الحرب، وأكيد هذه التنبيهات تأتي من يعني من ادعاءات الأمريكية أنها مستعدة أو قادمة على الحرب، وبنفس الوقت هنالك ادعاءات إيرانية بأنها مستعدة لهذه الحرب إن حصلت، لكن بنفس الوقت لا تبدو هنالك جدية لدى الطرفين، كل يحاول أن يضغط على الطرف الآخر بشتى الوسائل ومن هذه الوسائل الإعلامية. نعم أستاذ واثق، يعني الموضوع موضوع رسائل وتهديدات ومجرد ضغوطات، لا تعتقد أن الموضوع سيتصاعد إلى حد مواجهة مباشرة؟ وهناك تخوف حقيقة من حدوث هذه المواجهة في العراق، لأن العراق كما وصفت هو يقع في منتصف العاصفة. نعم، يعني هي اولا انا اقول ليس من مصلحه يعني الامريكان ولا الايرانيين حتى يعني زج العراق بوسط هذا الصراع، لانه بالنتيجه اليوم كل من هذه الدولتين تدعي ان العراق هو حليف وانها تخاف على مصالح العراق، لكن اذا زج بهذا الحرب اكيد سينقسم الجانب السياسي والاجتماعي، وتتاثر كثير من القوى السياسيه والاجتماعيه بهذا طبيعه الانقسام والزج بهذه القضية. لذلك يعني يحاول كل طرف أن يأخذ أو يزج الجانب العراقي بهذه القضية، لكن العراق أبدى موقفه الثابت بأنه بعيد عن صراعات المحاور، وأنه يسعى أن يكون وسيطا، ومن مصلحة الطرفين أن تجعل من العراق وسيطا بالفعل أو لاعب الدور الأساسي بحل هذه الإشكاليات أو تقريب وجهات النظر، لأنه بالنتيجة هي تتحدث من المفروض أن تثبت أنها بالفعل تريد مصلحة العراق وتريد العراق أن يستعيد دوره الإقليمي والدولي، وهذا لا يمكن استعادته إلا بفعل أو إلا أن يكون لاعبا رئيسيا بحل مثل هكذا إشكاليات دولية كبيرة. نعم أستاذ واثق، يعني كيف تقيم السلوك العراقي في هذه المرحلة؟ أو كيف يمكن العراق يعني أن يؤدي ما عليه في لعب دور الوسيط وألا يتورط في أي حرب، سواء كانت إعلامية أو نفسية أو حتى حرب مباشرة بين الطرفين؟ نعم، يعني العراق أولا يمتلك علاقات متوازنة يعني مع كل الأطراف، وأثبت من خلال سياسته الخارجية بالآونة الأخيرة وسابقا أنه لا يميل إلى طرف، وحاول أن يبني علاقات متوازنة سواء مع الدول الإقليمية أو مع الدول العالمية الأخرى. لذلك يعني هذا الدور أوضح واتضح للعالم أن العراق هو لا يميل إلى طرف، أو أنه ليس محسوبا على الجانب الإيراني مثلا أو على الجانب الأمريكي، وهذا يحتاج أيضا إلى استقرار وتفاهم سياسي وقرار سياسي عراقي موحد باتجاه هذه القضية، بأنه العراق يعني اليوم نعم يتضرر بهذه يعني الخلافات الموجودة في المنطقة، لكن بنفس الوقت ليس من مصلحته أيضا أن يميل إلى طرف، لأن بالنتيجة اليوم هي مصالح مشتركة للعراق يعني مع إيران ومع السعودية على سبيل المثال الحليفة مع أمريكا، ومع أمريكا أيضا لديه مصالح وقضايا، لكن مسألة الطبيعة السياسية التي اتبعتها الولايات المتحدة على العراق ومحاولة الضغط بالقوة لأجل استمالة العراق، لكن أعتقد يعني سماح أمريكا لأن يكون العراق وسيطا ومتوازنا وغير مائلا إلى طرف هو الأفضل لأمريكا أيضا، حتى يكون هناك قبول اجتماعي وسياسي للجانب الأمريكي أيضا. اتضحت الصورة. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ واثق الجابري، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، شكرا جزيلا لك.